نونية القحطاني المسجلة، ادخلي على النت اكتب نونية القحطاني الأشاعرة، وتراهم ترى يا الله يرحمه رحمة واسعة يفند شبههم. اقرأي نونية القحطاني، نونية القحطاني في الأشاعرة، ويقول نونية القحطاني الأشعار من ألف سنة، من أكثر من ألف سنة، من أكثر من ألف سنة، وهو يتعقبهم نونية القحطاني. اقرأي كتاب التوحيد لابن خزيمة، نونية القحطاني يقول فيها يا أشاعرة يا أسافلة الورى، يعني أبيات شعر شديدة جدا، اقرأها في نونية القحطاني. اضغطي أنت أو أي شخص على النت على نونية القحطاني ما يخص الأشاعرة فقط، سترين كلام القحطاني من ليس من الآن ولا من 100 سنة ولا من 200 سنة ولا من، يرد على الضلال في هذه الأبواب، على الذين يقولون الله لا يتكلم، الله لا يغضب، الله ليس على العرش، فئات ضلت.